حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه